الفاتحة. احسنت. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا ابو فلست ترى والله ما عشت فادحا بأعظم من رزق النبي محمد نعته إلى علياه علياء نفسه وعزى به التوحيد كل موحد وهم بأن يوصي بثقليه قومه وهم بالعكس لما يريد بمرصدي وقال أناس ظل يهجر أحمد وقال أناس ظل يهجر أحمد ونجم هوى ما ضل بل وحي مرشدي وكم غصص قد جرعوه أقلها ليشعل نارا في حشا كل جلمدي أوالي إلى أن قضى فانقضت الشهب للثرى لتشييعه في بنت نعشين وفرقدي وحاطوا بنار الجزل للوحي منزلا وقادوا عليا في نجاد المهندي وفاطمة بالباب أسقط حملها بعصري شديد مؤلم عن تعمدي وكسرن منها أضلع ليت أضلعي فدتها وإن لم تكف بالنفس أفتدي
لفعها ذاك الزنيم بلطمة على وجنة الخد الأسيل موردي فناشد بهم شور السقيفة كم بها بنوا من أساس بالضلال مشيدي والبضعة اللي قلت يا أبو يحفظوها ترى حتى عليك من البيت أبو يمنعوها ولا كفاهم عاد حتى سقطوها فعل الذي سواه يفطر حتى الجبال ما حد يا ابويا يحمل واني حملته والمحسن اللي في وسط بطني طرحته يا وحيدر على الكرار طلعوا من حجرته وصاروا يجرونا يا ابو ابراهيم بحبال الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم خرج الناس من قبورهم وأجداثهم للقاء الله عز وجل في يوم عصيب شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد في يوم يصفه أمير المؤمنين عليه السلام كما جاء عن يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير وتضع كل ذات حمل حملها يوم عبوس قمطرير إن فزع ذلك اليوم ليرعب الملائكة الذين لا ذنب لهم وتفزع منه السبع الشداد والجبال الأوتاد فخرجوا كالجراد المنتشر بعد أن نفخ في الصور النفخة الثانية للقاء الله وقد شغل كل إنسان بنفسه عن غيره لما يرى من الشدائد والمصائب هو زلزال عظيم هي الجبال تتفتت فتكون هباء منبثا هي السماء تنشق فتذوب كالنحاس وهي البحار تسجر فتكون نارا بإذن الله مصائب وشدائد وأهوال تنزل على بني البشر وعلى المخلوقات فيشغل كل إنسان بنفسه عن القريب قبل البعيد لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه إذ الخلائق في شأن غير شأن في هذا الموطن وفي هذا الموقف يظهر الله عز وجل شأن محمد وآل محمد فمع ما ينزل بالناس من المصائب والشدائد ومع انشغالهم بأنفسهم عن غيرهم في هذا الموطن في هذه المحطة التي تقول الرواية عنهم بأن الله تعالى سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد حتى يسيل العرق من أبدانهم وينقلب إلى دم عبير العرق ينقلب إلى دم عبيط من طول المكث وشدة البلاء وذلك قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا مقدار آلاف السنين
بتقاديرنا نحن. يقول هنا يظهر الله شأن نبيه وآله، فينادي المنادي أين النبي الأمي، فيقول أهل المحشر قد ناديت فأسمعت فسمه باسمه لكي نعرفه، فيقول أين نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وآله، فيقوم رسول الله. يقول ثم تنصب للأنبياء وللمرسلين منابر من نور، وينصب في أواسط تلك المنابر منبر من نور يكون أعلى من بقية المنابر، فيعتليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول الجليل اخطب يا محمد، فيخطب صلى الله عليه وآله بخطبة لم يسمع الأنبياء والمرسلون بمثلها. ثم تنصب منابر من نور لأوصياء الأنبياء والمرسلين، وينصب في أواسطها منبر يكون أعلى من بقية المنابر. قم يا علي، فيخطب أمير المؤمنين بخطبة لم يسمع أوصياء الأنبياء والمرسلين بمثلها. ثم تنصب لأبناء الأنبياء والمرسلين منابر من نور، ينصب في أواسطها منبر للسبطين الحسن والحسين، اخطبا فيخطبان بخطبتين لم يسمع أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلها. ثم ينادي المنادي أين فاطمة بنت محمد. فتقوم فاطمة إلى أن تقول الرواية، فيقول الجليل جل وعلا لمن الكرم اليوم، فيقول محمد وعلي والحسنان صلوات الله عليهم لله الواحد القهار. هذا نص الرواية غير الآية. الآية وش تقول؟ لمن الملك، لمن الملك اليوم. الرواية تختلف. لمن الكرم اليوم؟ لله الواحد القهار. فيقول تعالى إني جعلت الكرم اليوم لمحمد وعلي والحسن والحسين. يا أهل المحشر غضوا أبصاركم وطأطئوا رؤوسكم لتجوز فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. يقول فيأتي إليها جبرائيل بناقة من نوق الجنة، زمامها من اللؤلؤ الرطب، رحالها من المرجان لها ذلك الوصف، فتناخ بين يديها، فتركب الزهراء عليها السلام ظهر تلك الناقة، فيأتيها 100,000 ملك عن يمينها، و100,000 عن شمالها، و100,000 يحملونها على أجنحتهم. على أجنحتهم، وين يأخذون أم الأئمة إلى باب الجنة، إلى باب الجنة، حتى إذا وصلوا بها إلى باب الجنة تلتفت، فيقول الجليل جل وعلا يا ابنة حبيبي صلى الله عليه وآله ما التفاتك وقد أمرت بك إلى الجنة؟ فتقول إلهي وسيدي أريد أن يعرف قدري في هذا اليوم، ضيع قدري في الحياة الدنيا، جهلوا شأني ومقامي عندك وعند أبي، صنعوا ما صنعوا بي، أريد أن يعرف قدري في هذا اليوم. فيقول يا ابنة حبيبي ارجعي وانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من أولادك، فخذي بيده وأدخليه إلى الجنة، أدخليه إلى الجنة. يقول فوالله إنها لتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، وتأخذهم وياها جميعا. وين؟ إلى باب الجنة. يدخلون بعد ما يدخلون لا. فيلقي الله في روعهم فيلتفتون فيخاطبهم أحبائي ما
ما التفاتكم وقد أمرت بكم إلى الجنة وشفعت فيكم ابنة حبيبي فاطمة؟ فيقولون إلهنا وسيدنا احنا بعد نريد يعرف قدرنا في هذا اليوم. جهلوا قدرنا في الحياة الدنيا، سلبنا حقوقنا، قتل من قتل منا، انتهكت أعراضنا، صنع ما صنع بنا، لأننا نحب أمير المؤمنين وفاطمة، احنا بعد نريد أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. فيقول أحبائي ارجعوا فانظروا من أحبكم لحب فاطمة، من ذب عنكم غيبة لحب فاطمة، من سقاكم شربة لحب فاطمة، من كساكم لحب فاطمة، فخذوا بيده وأدخلوه إلى الجنة، إلى الجنة، كل ذلك لأجل فاطمة، كل ذلك لأجل فاطمة، لأنه قد ضيع قدرها وجهل شأنها. إلهي وسيدي أريد أن يعرف قدري في هذا اليوم كما عرف قدري يا فاطمة. أكون نبي للتو قد دفن والماء بعد لم يجف على قبره، وجاءوا لكي يعظموا لك الأجر، فلماذا لم يعرف قدرك؟ جاءوا لكي يعظموا لك الأجر. جماعات أفواج أفواج استنفار في أرض المدينة، جاءوا لكي يخففوا من هول المصيبة، من هول مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله. وخلوا ليش الحطب عند باب الدار، ونادى المنادي فليخرج علي وليبايع، وعظموا لك الأجر بأن قالوا وإلا أضرمنا عليك البيت نارا نارا. حتى من كان معه تعجبوا من قوله يا هذا إن في البيت فاطمة، فاطمة أنت يعني ما سمعت حديث النبي وقعت في أذنك، يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها، روحي التي بين جنبي ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قال وإن فليخرج علي وليبايع وإلا أضرمت عليكم البيت نارا. وفعلا سواها الشقي، يقول أضرم النار في حزم الحطب حتى ارتفعت ألسنة اللهب. إنزين حرقت الباب، أضرمت النار بجانب الدار، بس ارجع لك. قال لا، حتى أدافع الزهراء عند باب دارها. حتى تعجبت العالم، تعجبت العالم. يقول السيد وعجبان يستأذن الأمين. عجب عجب، مر عليك الرواية. يقول لما أغشي على النبي صلى الله عليه وآله طرق الباب، قامت فاطمة أجابت من خلف الباب، من الطارق؟ قال غريب يريد سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت له امض في حاجتك يرحمك الله، فرسول الله عنك في شغل، مريض عليل يغشى عليه تارة ويفيق أخرى. مضى، رجع بعد حين، طرق الباب، من الطارق؟ قال غريب يريد سؤال رسول الله. استأذنوا لي على النبي. فتح النبي عينه، قال فاطمة ما عرفتينا؟ قالت لا أبا يا رسول الله. قال هذا مفرق الجماعات، هذا منغص اللذات، هذا ملك الموت، إذا ما تفتحين الباب ما يدخل، ما يدخل يا فاطمة، لازم تأذني له بالدخول وإلا ما يطب إلى الدار. شلون وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم خؤون. قال سليمان، هذا متعجب،
يقول وصلت إلى أرض المدينة وصلتنا الأخبار لكن بعد ما أقدر أصدق. يقول أمضي إلى سلمان فهو مصدق في قول سلمان صحيح اللي يقولون عدل يعني يحصل يصير. هذه ريحانة رسول الله هذه بضعته وروحه التي بين جنبه. يصير يا سلمان يدخلون على الزهراء طأطأ سلمان برأسه قال سليم حرقت قلبي وزدت كربي على كربي. قالي نعم دخلوا فقال ايه وعزة الجبار وما علي يا الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. هنا صرخت ونادت ومحمدا ماذا لقينا بعدك من ابن فلان بويا اني قمت للباب لكن ما علي احجار حسبي الرجس من لذت خلف الباب عصرني وسقط المحسن على الاعتاب قالت يا من غبت يا حلو المعاني بنحنت مال البجة والله بنحنت مال البجاني لطمني على عيوني وعماني بعد قالت بويا بويا ترى أمر على عبده وضربني وضربني يومين ضربته للقاع ذبني ومن كسر قلبه ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني وين انت رحت يا بوي عني بوي دار الوحيد اخلاه دار الوحيد اخلاه. يلا حبيبي أبيات الدعاء والبضعة المعصومة يا والدي ضربة وصيت فوق المنبر بالدرة المعصومة وجتني يا ابويا بعدك هالعصبة المش ليتك تشوف الغالية فوق الوجه ملطومة ترضى يا بويا بعدك دار الوحيد اخلو فزيت يوم الجوني واني اهل دموعي وانا يا بويا الفاقدك بعد ما
يسكن راعي فزت بال زنبابي كسروا يا ابو يا ضلوعي ترضى يا ابو يا بنارهم دار الوحي يحرقوا اخ يا قلب ذوب وهل يا دمعي وهل يا دمعي على الصاحة يا فضة انكسار إلهي لفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات الدنيا والآخرة السعيد المتوفى اللهم جاف الأرض عن جنبي أصعد بروحه إليك لقه من عندك نظرة وسرورا واجزه بما صبر في الدنيا جنة وحريرا واحشره مع محمد وآله الطاهرين في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين والفاتحة تسبقها صلوات.